وحول هذا الموضوع ينضم إلينا العقيد خالد علي حميد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي عبر الهاتف من دبي. مرحبا بك سيدي. مرحبا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله سيدي. تفاصيل القبض على أحد الأعضاء البارزين في إحدى أكبر عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تفضل. البداية أحب أشكركم لإتاحة لنا الفرصة من خلال منبركم أن ننقل جهود القيادة العامة لشرطة دبي إلى الجمهور واللي يحسون فيها بأمان، كذلك للمجهود اللي تقوم به في شرطة دبي. اللي أنا أبغي أنوه أن هذه العملية تمت خلال فترة العيد، الفترة اللي كان المفترض أن يكون العالم كله مشغول بالأفراح والإجازات، ولكن يقظة رجال الأمن كانوا على أهم الاستعداد. تفاصيل هذه القضية تعود إلى ورود معلومات موثوقة المصدر، وجود تشكيل إجرامي كبير موجود على مستوى العالم مثل ما تفضلتي بين أمريكا الجنوبية وأوروبا ودولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد في إمارة دبي. بناء على هذه المعلومات تم تشكيل فريق بمتابعة من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الذي وجه في حين بتشكيل فريق متمرس من الإدارات، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجهات المعنية فيها والجهات المشاركة كذلك في عملية الضبط من الإدارة العامة، وكذلك إدارات غسل الأموال وإدارات المباحث الإلكترونية وإدارة مطلوبين الانتربول، وكذلك فرق الإسوات اللي قامت بالتدخل لمثل هذه العمليات. هذه العملية يعني تمكننا من خلالها من ضبط أكثر من 18 شخص، وكذلك ضبط الشخص المدبر والعقل المدبر في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الكمية كانت كمية كبيرة عبارة عن سيدي دعنا نتحدث عن دور دولة الإمارات والمتمثل بكل عناصر مكافحة هذه الآفة في التصدي لمثل هذه الثغرات. دولة الإمارات طبعا دولة رائدة في هذا المجال وفي مجال التعاون الدولي، دخلنا نحن في شراكة كذلك مع أكثر من دولة في هذا المجال. الدول اللي تشاركت في عملية تبادل المعلومات هي ثلاث دول، والدول اللي تشاركت في عملية الضبط كذلك ثلاث دول. الإمارات كانت من الدول اللي شاركت في عملية تبادل المعلومات وكذلك في عملية الضبط. نحن في دولة الإمارات يعني نولي اهتمام كبير للجانب الدولي وكذلك للمعلومات الدولية من خلال شركائنا اللي على المستوى الدولي. نعم، العقيد خالد علي حميد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، شكرا جزيلا لك.